رؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلي الصحافة المحلية والوطنية، أيها الحضور الكريم، في البداية وجب تذكير الحضور الكريم بمضامين التعليمات الملكية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الصادر بشأن حركة رجال السلطة والرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق. لنبدأ السالف الذكر والمتعلق برفع مسؤولية المحاسبة كل من ثبت بشأنه التقصير في القيام بواجبه ومسؤوليته. أحمد حسين الصنهاجي مواليد 1967 بتطوان، متزوج وأب لثلاث أطفال، الذي كان يشغل قائد الملحقة الإدارية السابعة لهذه العمالة، والذي رقي رئيس لدائرة حضارية بهذه العمالة أيضا. رضوان محفوظ مواليد 1967 بتطوان، متزوج وأب للطفل واحد، الذي كان يشغل قائد الملحقة الإدارية بإقليم وزان، رقي رئيسا لدائرة أصلة بهذه العمالة. من مواليد 1984 للدار البيضاء، متزوج والذي كان يشغل قائد ملحقة إدارية بعمالة أكادير بدوتنان، عين قائد كان يشغل قائد ملحقة إدارية بعمالة مغرب إقليم تونان، عين قائد ملحقة إدارية بهذه العمالة. زكريا الخات من مواليد 1972 لطنجة، متزوج وأب لطفلين، الذي كان يشغل قائد رأس العين بإقليم الحمنة، عين قائد ملحقة إدارية بهذه العمالة. عقاباتي وفق ما يقتضيه القانون. كما لا تفوتني هذه الفرصة لأنوه أستاذ رجال السلطة الذين غادروا تراب هذه العمالة لتولي مسؤوليات جديدة نحو مناصبهم الجديدة، وأشكرهم على ما بذلوه من مجهودات حسنة، خاصة وأننا نؤدي رسالة وواجبا وطنيا نبيلا، لنكون في مستوى تطلعات المواطنين والتمني لهم اليسر والنجاح في إطار المهام الجديدة التي أوكلت لهم، اعتبارا لما اكتسبوه من تجربة هامة في مجال تسيير الشأن العام المحلي لهذه المدينة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا، وجعلنا عند حسن ظن صاحب الجلالة.